نائب رئيس اتحاد الكرة السيد علي جبار: الجميع يتحمل إخفاق المنتخب الوطني ويجب أن نتعاقد مع مدرب على مستوى عالي. يعني أنت من تخسر مع إيران في إيران بملعبهم وهالأمور اللي حدثت قبل المباراة، يعني من كورونا أو إصابات أو أمور كثيرة جدا، فبالتالي إحنا لابد أن يعني نروح بالاتجاه الصواب. منتخب يجب أن يتجدد بدماء شابة، بس أنا أشوف يفترض إذا رحنا على منتخب شباب يفترض نجيب مدرب على مستوى عالي جدا. أنت اللي موجود بالبلد بالعراق ما موجود غير مكان، لدينا شعب عاشق ملهم مغرم في كرة القدم، ما عنده شيء غير كرة القدم. مثل ما تعرف في السنوات السابقة هي اللي دخلت البسمة والفرحة في بيوت وقلوب العراقيين، وبالتالي خلاص أنه الشعب يريد كرة قدم، يريد نتائج إيجابية، يريد فوز، فالكل تتحمل، الكل بما فيهم المتحدث، خلاص ما حد يتنصل عن الإخفاقات أو الخسائر.